مباراة الأمس يا كابتن، مباراة الأهلي والمقاصة والفوز اللي يمكن جه في آخر دقائق من خلال ضربة جزاء أيضا، يعني الأهلي بيكسب امبارح بضربة جزاء، النهارده الزمالك أيضا بيكسب بضربة جزاء. شايف المستوى الفني والشكل الخاص بالنادي الأهلي وفوزه على المقاصة امبارح، شايف المباراة كانت ازاي برضه؟ للأمانة فاروق، يعني أنا يعني بصراحة يعني حزين على أداء النادي الأهلي. يعني مجلس الإدارة شال الضغوطات من على اللعيبة وعلى المدير الفني وقال يدفع بالناشئين، فبالتالي خلاص يعني أمورك في الدوري محسومة، أنت تقدر تجهز للي جاي بدون ضغوطات عالية. بصراحة أداء كان سيء للأمانة، يعني أنت بتلعب فريق المقاصة، مع احترام الفريق المقاصة فريق أضعف فريق في الدوري، ودخل المباراه وهو مريح حتى اللعيبه اللي كانت بتلعب معاه او ما لعبوش. يعني تخيل مثلا في ثلاث اربع لعيبه اساسيين كانوا بيدوا شكل للفريق مش موجودين، بدا برضه المقاصة تلعب لوجوه جديده وناشئين. فالنادي الاهلي فين؟ يعني ما ينفعش ان انت تكون بتلعب مع فريق يعني هبط للدرجه الثانيه، فريق ما عندوش امال، ما بيبنيش امال على حاجه، بيلعبك وهو معنويا مش موجود، وبيلعب ناشئين وانت كنادي اهلي وبتلعب في ملعبك ووسط جمهورك وعندك خبرات. لا بصراحه انا للامانه فاروق ما شفتش اي حاجه في الملعب تدل ان احنا يعني في شكل او في طب اداء. عايز اسالك سؤال يا كابتن، هو ده ممكن ما يكونش طبيعي؟ يعني طبيعي في عمليه التجديد والاحلال اللي بيحصل في النادي الاهلي ان يبقى الشكل كده وفي الاخر انت بتكسب؟ لا فاروق، لا لا خلينا نكون واقعيين، بتكسب انت، كسبت برضه يعني امبارح بضرب الجزاء في اخر دقيقه وانت ما كنتش يعني الافضل في المباراه قوي، يعني الفرقه واقفه ما فيش فرص وما فيش ما فيش لعيبه، يعني ما فيش شكل، ما فيش اسلوب، ما فيش تكتيك، ما فيش كوره بتشتغل عليها، ما بتهاجمش من جبهه، ما بتلعب مباراه بتلعب بثلاث مدافعين في القلب ورا، وانت بتلعب المقاصه ما عندهاش خطوره هجوميه، يعني وانت بتعادل المفروض ان انت تشيل واحد من الناس الثلاثه اللي ورا وتدفع بلاعب في نص الملعب على الاقل او مهاجم، لان انت بتستحوذ على الكره طوال المباراه. فيعني لا في حاجات يا فاروق، انا يعني اسف ان انا بقول كده، انا اول مره اتكلم، انا منتظر اشوف حاجه من سواريش، بس لحد دلوقتي انا ما حسيتوش. يعني قدرت تقيمه كابتن في الفتره دي ولا لسه برضه؟ والله لو قيمت على الفتره دي طبعا الله يطلع النادي الاهلي، يعني لكن انا بقول ايه، برضو عنده لسه كام ماتش جايين، نقول لما ينتهي الدوري مع الكاس نقدر نقيم الراجل كويس، بس يعني لحد دلوقتي يعني قول لي ايه الاضافه اللي اتضافت للفريق؟ مفيش. تغييرات في كل مباراه كتيره، بتلعب مباراه الاتحاد وشكلك كويس وبتكسب بنتيجه، في المباراه اللي بعده بتغير مجموعه كبيره، ممكن تكون المصري افضل لكن انت برضو اللعيبه ما تديهاش الثقه، تغييرات احيانا مش محلها. يعني مثلا المباراه بتاعت اعتقد المصري او يعني مش فاكر ان المباراه، محمد هاني بينزل بيجيب محمد هاني باك ليفت وبيودي المصري كابتن، المصري المصري، يعني انت مش عارف حتى اللعيبه اللي عندك بتلعب ايه، في ايه، يعني في حاجه غريبه. وكريم يعني فؤاد كان بيلعب باك ليفت امبارح برضه، ما طيب ما هو ده الطبيعي انه كان يلعب كده في ماتش المصري، لكن انت بتجيب محمد هاني اللي عمره ما راح ناحيه الجبهه الشمال، وكريم اللي اصلا جه النادي الاهلي عشان يشتغل على الناحيتين يغطي المكانين، حاجات يعني انا اسف طب ان انا بقول كده، كابتن ما بحبش. كابتن كشري، لو احنا بنتكلم كده وبنستطلع الراي، هل انت مع بقاء المدير الفني ولا يعني استمراره للموسم القادم ده ممكن يكون انت شايف ان هو مش في مصلحه الاهلي؟ يا فاروق خلينا نكون واقعيين، انا راجل مدرب ما بحبش ان انا يعني اجي على مدرب، لكن انا عايز اشوف حاجه. انت ماسك النادي الاهلي، مع احترامي النهارده المدرب الاجنبي اللي بيجي مصر، فارق ايه عن المدربين؟ انت لو قيمت سواريش مع نص مدربين او ثلاث ارباع مدربين الدوري المصري هتلاقيهم افضل منه، فالنهارده انا جايب مدرب اجنبي ليه؟ لا 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 شكل تكتيكي، لا 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 روح في الملعب، لا تغييرات في محلها، لا تشكيل متناسق مع بعضه، لا كور ثابته بيشتغل عليها، لا طريقه لعب معينه، لا اسلوب هجومي. انا بصراحه ما شفتش الكلام ده للامانه، وانا اول مره بقول الكلام ده لان انا زعلان، انا من ابناء النادي الاهلي وكنت لاعب في النادي الاهلي، فاحب اشوف فرقتي حتى لو ما بتكسبش يبقى شكلها حلو وليها اسلوب عشان اثق ان هي المباراه اللي بعدها تكسب. لكن لا بالوضع ده لا لا، يعني انا شايف ان صعب ان هو يكمل في النادي الاهلي بالوضع ده، لان انا ما شفتش اي حاجه اقدر اقيمه انه مدرب عنده اي حاجه. يعني انا اول مره اقول الكلام ده، بس فعلا انا بعد بتفرج على الاهلي بيلعب المقاصه، فرقه نازله مع احترام المقاصه اضعف فرق الدوري، وبتلعب بشويه ناشئين،
ومش عارف تخلق فرص عليهم، مش عارف تدير المباراة، وفرقة ما بتهاجمكش وبتلعب بثلاثة في القلب ورا، وطوال المباراة ما فيش تغيير حتى في الشكل، في الأداء، في اللعيبة. لا يعني لا لا، ده مش النادي الأهلي. مع احترامي يعني أي مدرب مصري طيب يعني أفضل من سواريش في